السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى ايضا اموركم تكون كامله مزيانه. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد جوج ديال الوصفات باش تقدروا تعتنيوا بالشعر ديالكم، وفي نفس الوقت تقدروا تعتنيوا بالبشره ديال الوجه ديالكم. اول حاجه غادي نديروها، غادي نديروا واحد الكريم ديال الشعر اللي كيخلي الزغبه هابطه وكيغديها وكترطب، وما كيبقاش عندنا الشعر ديالنا مشوك من هنا من التحت. بالخصوص كيف كتشوفوا معايا، فانا مؤخرا صبغت شعري ودرت لي ميش، فالزغبه ديالي ضرات بزاف. داكشي علاش غادي نرجع دابا عاوتاني الوصفه الطبيعيه، واي وصفه درتها جربتها او لفيت ليا مجرباها فانا غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. اول وصفه غادي ندير، انا ديجا كنت درت لشعري درت ليه الزبده باش يلا هبط ليا من التحت، حيت كانت تحرق بزاف من الاطراف، من هنايا كله كان كيبان مشوك ومنفوخ، يعني واخا درت ليه بروشينغ ما كانش كتهبط الزغبه مزيان. ولكن ملي درت ليه الزبده، درت ليه الزبده غير في هاد الطريفات هادو لتحت، ما حاولش قصت هنايا جلده ديال الراس باش ما يتزيدش ليا، بحكم ان شعري واخا انا ناشف من التحت عندي هنايا كيتزيد ليا وكتجيني القشره بزاف. داكشي علاش درت الزبده غير لتحت وهاد البلاصه ما قربتش ليها. وفكرت انني دابا بانه الويكاند كنت غادي ندير في الاول لافوكا، ولكن قلت علاش لا ما نديرش هاد الوصفه اللي غنقدم لكم دابا، حتى هي غزاله وكتهبط الزغبه وما كتخليهش يبان مشوك من التحت، كيرطب الزغبه كتنزل. غادي نشارك معكم هاد الوصفه هادي، وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم واحد القماش اللي كنديروا لوجهي، يعني دابا راكو عارفين الصيف البحر بزاف ديال الحوايج يعني غادي ياثروا لنا على البشره ديالنا، فانا قررت انني نشارك معكم جميع الوصفات الطبيعيه اللي كنديروا. كيفكم غنشارك معكم كوماج اللي كنستخدم انا في الدار، كوماج طبيعي. صراحه انا كنستخدم لي برودوي ديال ايف غوشي كيعجبوني، ولكن في نفس الوقت ما كنبغيش نكثر منهم، حيت هما اللي كنستعملهم بكثره، يعني من غير لي مارك الاخرين اللي كاينين يعني اللي معروفين، انا كنستعمل لي برودوي ديال ايف غوشي بزاف، ولكن في نفس الوقت ما كنبغيش نكثر منهم، كنبغي ندير شي حاجه اللي تكون طبيعيه 100%. داكشي علاش مره كندير هكا غوماج، كندير دي كريم لوجهي هكا غير باش نقي وجهي، سورتو انا وجهي دهني بزاف 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 لواحد الدرجه ما تصورها، سورتو هاد المنطقه هادي اللي هنايا، هاد كيف كيقولوا ليه لو تي اللي كاين هنايا، هاد البلاصه عندي وهنا جهه النيف، وهاد البليصات هادو هنايا عندي مزيتين بزاف بزاف، يعني نقدر نغسل وجهي غير نغسلو دابا نديرو كوماج نغسلو نمسحو ونجلس غير واحد الساعه هكا ندير صبعي هنايا كيخرج ليا كله مزيت. داكشي علاش وجهي كيخصني نغسلو بزاف باش ما يبقاش مزيت، وحيت مزيت كينوض ليا الحبوب بزاف، حيت كيف عارفين البشره اللي كتكون دهنيه فالوجه اللي كيكون دهني كينوض فيه الحبوب بزاف وكينوضوا ليا حتى لي بوان نوار. داكشي علاش كيخصني وجهي ديما نعتني به وديما ندير له لي كوماج، ديما نغسلو ونقيه. دابا غادي ندوزو كيف قلت لكم، ندوزو اول حاجه غادي ندوزو الكريم ديال الشعر. كيف كتشوفوا معايا، فانا ديجا درت واحد شويه ديال الزيت لشعري، درتو ليه دابا تقريبا شي ساعتين، ولكن ما كثرتش بزاف حيت مازال غادي ندير ليه هاد الكريم هذا، عاد من بعد غادي نغسلو. هاد الكريم اللي غادي ندير لشعري دابا فهو صراحه غزال بزاف بزاف، كنت فايت لي جربته واحد المره وعجبني، ودابا ملي صبغت شعري قلت خاصني نعاود نرجع نبقى نصيب بالوصفه الطبيعيه باش يلا الزغبه كتنزل واحد شويه. هي صراحه راه كيف عارفين راه اللي عنده عنده كيف كنقولوا، اللي شعرو زين راه شعرو زين، ولكن ما فيها باس اننا نعتني بالزغبه ديالنا باش ما تزيدش الضرر. انا ماشي غادي نقول لكم هاد الوصفه غترد لكم شعركم بحال دايرين الكيغاتين ولا شنو دايرين شي حاجه اللي ما عرفتش شنو هي، ولكن هاد الوصفات هادو اللي غنقدم لكم ان شاء الله فهما كيعاونوا الزغبه باش ما تزيدش الضرر، وكيعاونوها باش انها كتحسن واحد شويه في المية، يعني ماشي كتحسن 100% ولكن كتحسن واحد شويه، حيت كيف عارفين الا بغينا الزغبه ديالنا ترجع وتقاد وتولي كيف كانت من قبل، فما خاصناش الصباغه، ما خاصناش لي ميش، ما خاصناش نعرضوها للشمس بزاف، خصنا نعتنيو بها، خصنا نديرو لها الزيوت، خصنا نديرو كريمات طبيعيه، خصنا نديرو وصفات طبيعيه، يعني بزاف ديال الحوايج خصنا نديروهم، وشي حوايج خصنا نبعدو عليهم. اول حاجه خصنا نبعدو عليها هي السخونيه، هي البروشينغ، اي حاجه عندها علاقه بالسخونيه خصنا نبعدو عليها. شعرنا ما خصناش نغسلوه ردوه اللور ونغسلوه، كيخص الشعر كيخصو يهبط لتحت وكنغسلوه بحال هكا، وما كنغسلوش بالماء سخون، كنغسلوه بالماء يكون دافي الى بارد واحد شويه،
الا بغينا الزغبات ديالنا نحافظوا عليها. يعني بزاف ديال الحوايج كخصنا نتفاداوهم، ولكن بحكم ولفنا شحال من حاجه ما كنقدروش نستغناو عليها طبيعه الحال. اول حاجه هي السشوار، بزاف ديال البنات يعني ما يقدروش يستغناو عليه. وحاجه واحده اخرى، انا شعري ما كنبغيش ندير له لا كيراتين لا حتى شي حاجه، يعني هذوك لي سوان اللي معروفين ما كنبغيش نديرهم لشعري، حيت ملي كيجي الصيف كنبغي نبوكلو، كنبغي شويه هكا، ما كنبغيش ديما يبقى طايح يبقى ليس، كنبغي مره مره نبوكلو. داكشي الصراحه لحد الساعه باقا ما عمرني حطيت شي سوان في شعري، كوسوسوا طانينو كيراتين، يعني اي واحد اي حاجه من هاد لي سوان اللي خارجين اللي كيديروهم البنات بزاف. انا صراحه ما عمرني درت شي حاجه في شعري، يعني شعري يعني من البغوشينغ وصفه طبيعيه، شي حاجه اخرى ما كنحطهاش في شعري. وكنتمنى انني هاد البغوشينغ هذا نتهنى منه في خطره، يجي شي نهار يجي شي نهار شي حاجه تنزل عليا وننساه ما نبقاش نديرو كاع على شعري، حيت الصراحه كيتكرفص على الزغبه. والشعر اللي كاين دابا عندي ماشي هو الشعر اللي كان عندي من قبل، وفي نفس الوقت انا ما كنعتنيش به بزاف، يعني مره شحال عاد باش كنقدر انني كنتفكرو وكندير له شي وصفه طبيعيه. ندوزو دابا نعطيكم الوصفه ديال اليوم. كيف كتشوفوا معايا، فانا درت في هاد الطبيسيل هذا درت فيه معلقه صغيره ديال زيت الكوكو، ودرت معلقه ديال زيت الخروع. كيف عارفين زيت الخروع زوين غزال بزاف البنات، فهو البلايص اللي عندكم خاويين بحال هاد البلايص اللي كيكونوا هنايا، فانتوما تبقاو تحكوه تحكوه تحكوه، مره ديروه هو مره ديروه نتوما، فهما هاد البلايصات كيعمروا صراحه كيعمروا. انا كنت كنديرها واحد الوقيته بداو كيعمروا ليا، ولكن انا عندي هاد البلاصه سونسيبل بزاف بزاف بزاف، يعني واخا كتعمر ليا وكيطول الشعر فيها كنرجع نصبغ شعري ولا ندير ليه ماش كيتقرض وكيطيح، ومني كتقرض لي الزغبه ما كتقرضش لي انا غير من تحت، كتقرض ليا تقريبا من الجدر كيبقى لي غير واحد سنتيم ولا 2 سنتيم، وشي الاخر كيتقرض عاد زيدوا عليها الشعر اللي كيتقرض عندي من تحت، حيت شعري ما كيطولش بزاف حيت الزغبه عندي كتقرض. زياده على ذلك عندي عامل اخر اللي هو ديال لانيمي، هو اللي كيزيد كعاوتاني حتى هو عنده دور كبير باش ان الزغبه تكون مزيانه او لا. فانا كنحاول يعني قدر المستطاع انني نتهلا في شعري. غادي نحتاجو كيف قلت لكم معلقه زيت الخروع، معلقه ديال زيت الكوكو، وفي نفس الوقت غادي نحتاجو معلقه ديال المايزينا، معلقه ديال المايزينا. غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان، يعني غادي نحاول انني نجمعهم مع بعضياتهم حتى كيعطيوني واحد الكريم، وهذاك الكريم هو اللي غادي ندهن به الشعر ديالي، فهو الصراحه كيخلي الزغبه تبقى كي بحال اللي كيغدي الزغبه والزغبه كتنزل. كيفاش معايا، فانا كنحركو كيعطيني تقريبا القياس ديال واحد المعلقه، يعني ما درتش بزاف. الا كان شعركم طويل فانتوما خصكم تزيدوا تضاعفوا الكميه، فانا كيف كتشوفوا معايا شعري راه قصير ما طويلش، كيجيكم واحد الخليط اللي هو كريمي بحال درتو الفرماج بحال عجنتو الفرماج. شوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالو. فانا هاد الكريمه هادي بعد ما خلطت هاد العناصر مع بعضياتهم غادي ناخد هاد الكريمه هادي وغادي نبدا كيف كتشوفوا معايا غادي نبدا نابليكيها. ما كنقيش الجلده حيت كيف قلت لكم انا عندي جلده دهنيه، وانتم الا كانت عندكم الجلده حتى هي ناشفه فتقدروا ديروها على شعركم كامل. فانا كيف قلت لكم غادي نبدا نابليكيها غير بحال هكا، وكنجبد في نفس الوقت ملي كنابليكي هاد الكريم كنبقى نجبد بحال هكا، وندوز الجوانب كاملين اللي عندي بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا غنكمل شعري بهذه الطريقه ونعاود نرجع لكم. هانتوما شوفوا معايا شعري بعد ما درت ليه هذاك الكريم، شوفوا كي كتولي تبان الزغبه. فانا ما غاديش ما لويتوش، فانا غير خليته هكا مطلوق، غادي نخلي هاد الكريم في شعري واحد الساعه هكا ولا ساعتين ياك، لو طون اللي غادي ندير الكوماج لوجهي ونوجد حوايجو. ديك الساعه غادي نغسل شعري ونوريكم يعني كيفاش ولات الزغبه وكيفاش كتبدل. وصراحه خص الوصفات الطبيعيه كاملين خاصكم تداوموا عليهم، يعني الوصفات الطبيعيه ما كيبغوش ديرهم مره وتنساوهم مده طويله، كيبغيو ديما مره ولا جوج في الاسبوع باش يلاه الزغبه ديالنا، اولا الا كانت شي وصفه طبيعيه درناها لوكور ديالنا ولا وجهنا ولا شي حاجه
كتبغي اننا نداوموا عليها باش عاد كتعطينا نتيجه مع الوقت، حيت ما يمكنش غادي نديرها وغادي تعطيني نتيجه انا في نفس النهار. هي كيبان لكم واحد شويه ديال الفرق، ولكن باش كتبان نتيجه زوينه وكتكونوا نتوما مقتنعين بها 100% فهي كيخصها المداومه، يعني واحد الشهر هكا ولا شهرين عاد باش كتبدا لكم تبان لكم النتيجه. دابا كيف قلت لكم هانتوما شوفوا شعري كيفاش ولا، يعني راه كيبان الفرق. غادي نخلي هاد الكريم الشعري وغادي ندوزو دابا نوريكم شنو جبت لكم في الوصفه الثانيه القماش اللي قلت لكم عليه. فاليوم غادي نقدم لكم واحد القماش اللي متكون من واحد العناصر اللي متوفرين، يعني في شنقول لكم 100% من البيوت المغربيه، اللي هو سنيده والزيت البلديه. يعني الزيت البلديه والسنيده، يعني راكو عارفين البيوت المغربيه كاملين عزيز عليهم الزيت البلديه، والسنيده راها متوفره يعني كنستخدموها في يعني في داكشي اللي كنبغيوه يعني يوميا. هاد القماش هذا صراحه البنات غزال 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 بزاف، وما غاديش يضركم في وجهكم، يعني ما عندكم مناش تخافوا. فانا غادي غير نغطي هاد البليصه هادي باش ما يطيحش ليا فيها السنيده، بحكم انني كنصور لكم في نفس الوقت. دابا غادي نخلط الزيت مع السنيده، يعني طريقه يعني ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير هو حنايا شويه ديال العكس يعني. اما هما جميع الوصفات الطبيعيه فهما كنستخدموهم بداكشي اللي متوفر عندنا في المنزل، وما غادي نخسروا عليهم لا ريال لا جوج، يعني داكشي كاين عندنا ديجا في الدار. فانا غادي ناخذ شويه من هاد القماش هذا نحيد النظاظر، فانتوما غادي تهزوا غير كميه قليله بحال هكا، يعني ماشي بزاف، وكتبقاو كتدهنوا وجهكم. انا غادي نستخدم المرايه باش ما نتبرجطش مع التليفون. كيف كتشوفوا معايا انا كنحاول ندهن وجهي كامل. فما عندكم مناش تخافوا، يعني اللي البشره ديالو جافه اولا البشره ديالو دهنيه فيقدر يستعمل هذا القماش هذا، ما يخاف من والو. ملي تساليو القماش وتغسلو وجهكم مزيان ديروا شي كريم ايدغاتانت، الا كديروا شي كريم، الا ما كنتوش كديروا فانتوما غير تغسلو وجهكم مزيان. هانتوما شوفوا معايا، فدابا انا دهنت وجهي كامل بالزيت بهذا القماش هذا ديال الزيت والسنيده. تقدروا ديروا القهوه حتى هي زوينه، القهوه الناس اللي ما كيستحملوش الريحه ديال الزيت البلديه، انا بحكم ديالي ما كناكلهاش والريحه ديالها كتجيني مجهده كتدوخني، ف نورمالمون مول فوا كندير القهوه، ولكن حيت ما عنديش القهوه دابا حيت ما كنشربوش قهوه حنايا بيناتنا خليوها بيناتنا، ملي كتكون ماما عندي في الدار كتكون عندي القهوه، فانا كناخذ ليها من القهوه وكنديرها مع الزيت البلديه حيت الريحه ديالها كتغطي على الزيت البلديه وكتعطي ترويحه زوينه، الريحه ديالها منعشه كتعجبني الريحه ديالها، ولكن ما كنشربهاش يعني شي حاجه اللي في شكل. فدابا انا استخدمت سنيده حتى هي كنديرها، ولكن غير سنيده كتبقى عاطيه ديك الريحه ديال الزيت البلديه وكتجيب لي الدوخه. فدابا هانتوما شوفوا معايا الطريقه اللي غادي ندير بها القماش. فالقماج ما كنهبطوش، يعني بغينا نديرو قماج، بغينا نديرو مساج لوجهنا، اي حاجه بغينا نديروها ما كنديروش نهبطو لتحت، حنا كنطلعو الفوق، يعني كنديرو بحال هكا وكندورو، كنطلعو وكندورو، كنطلعو وندورو، وغير بشويه يعني الناس اللي البشره ديالهم حساسه باش ما حيتوما كيف كتشوفوا معايا، فانا وجهي دغيا بدا كيحمر هكا، ونطلعو للفوق يعني من التحت للفوق من التحت للفوق حتى نحكو وجهنا كامل بهذا الشكل هذا. الا حسيت بهاد البلاصه داس كضرني فانا كنقلب للجهه الاخرى وهكا بشكل دائري من التحت للفوق باش يلاه كنحركو في نفس الوقت الدوره الدمويه كتنشط، وفي نفس الوقت كنقي وجهنا من يعني من هذوك الدهنيات من الوساخ من هذوك لي برودوي اللي كنستخدمو. كيف كتشوفوا معايا كتنقى الوجه مزيان 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 مزيان، يعني بحال هكا شكل دائري.
وملي تسالي وتقدروا ديروا دي ترانش ديال الخيار او لا هاد لي كوتون ديسك مع مع ورد ديروه فوق عينيكم فهو غزال باش كيرتاحوا العينين ديالنا وحتى هاد الهالات السوداء كينقصوا. شوفوا معايا انا غير كنحس بوجهي بدا كيضرني كنحيد وكنمشي لبلاصه واحده اخرى حيت البشره ديالي حساسه بزاف 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 يعني دغيا كتحمر دغيا كينوض ليا فيها الحبوب يعني دغيا كضرني كتقشر يعني اي حاجه طيح لكم في بالكم فهي كاينه عندي في وجهي مع العلم انني واخا هكاك راه ما كنديرش المكياج بزاف يعني غير الا كنت مره راشقه ليا اولا كان شي ايفينمون فانا صراحه توت لا سيمين يعني واخا الخدمه واخا شحال من حاجه ما كندير حتى حاجه لوجهي يعني كي كنفيق كنغسل وجهي كنغسل سناني وكنخرج يعني ما كندير حتى حاجه لوجهي حتى الويكاند يعني عاد كنتشهى انني ندير شويه ديال المكياج ولا نقاد وجهي ومع ذلك عندي البشره شويه كما كنقول شويه لاروب انتم شوفوا معايا فانا غادي نكمل القماش ديال وجهي ونتلاقاو من بعد مع الشكل النهائي او لا النتيجه النهائيه ديال شعرنا وديال تشوفوا معايا وجهي كيفاش تنقى. شوفوا معايا نسيت ما قلت لكمش انا كنستعمل هذاك البلاك ماسك صراحه كيعجبني انا عندي واحد ديال فلوغماغ ما حطاهش حدايا كون وريتو لكم هذاك صراحه غزال بزاف 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 يعني ملي غادي نسالي انا القماج ديالي وغادي ندوش غادي من بعد غادي ندير هذاك البلاك ماسك لوجهي كنخليه كينشف واحد ثلث ساعه نص ساعه كيكون نشف مزيان وكنحيدو من التحت الفوق فهو كيحيد يعني كاع هذيك لابو مورت اللي كتكون دوك القشيرات كيكونوا باقيين صغيورين كيحيدهم كاملين وفي نفس الوقت كينقي الوجه حتى دوك الزغيبات الرقاق اللي كيكونوا عندنا في هاد البلايص هادو فحتى هما كيتحيدوا بيان سور ما كيتحيدش هنايا كيتحيدوا غير دوك الزغيبات الرقيقين اللي كيتحيدوا وصراحه انا ما كنديرش لاصيغ لوجهي ما كندير لا خيط لا حتى حاجه ما كنقربش لوجهي ما كنحيد منه حتى حاجه يعني هذا وجهي طبيعي ما فيه حتى شي حاجه كيف كتشوفوا معايا فانا غادي نكمل القماش ديال وجهي ونتلاقاو من بعد. ودابا انا رجعت لكم من بعد ما غسلت شعري شوفوا معايا كيفاش خرج صراحه انا صايبته غير في الدار يعني غير بالبلاك شوفوا لابغيونس اللي في الشعر شوفوا معايا لابغيونس صراحه هذا الماسك هذا اللي عطيتكم صراحه غزال بزاف حاولوا تجربوه شوفوا معايا من الجهه الاخرى صراحه كانت عندي هاد البلاصه سيرتو هاد البلاصه هنايا كانت عندي تحرقات بزاف 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 حس كانت عندي الخلفه شوفوا معايا الخلفه قداش عندي انا هنايا كيف قلت لكم راه الا تبعتوا زيت الخروع والثومه شوفوا الخلفه قداش واصله شوفوا معايا الخلفه حتى لين واصله هادشي كله كان عندي مقرد شوفوا معايا وملي درت ملي ناض ليا مع الثومه وزيت الخروع ملي بدا كينوض ليا واحد شويه درت دابا صبغت شعري ودرت هكا دي بتيت ماش صغير الرقاق ما كيبانوش بزاف ولكن حتى كتقرب للشعر عاد باش كيبانوا مزيان عاد باش كيبانوا واضحين بحال تشوطوا ليا هذوك الزغيبات اللي كانوا عاد كينوضوا هنايا تشوطوا بزاف ولكن مع الزبده اللي كنت درت في الاول وهاد الكريم هذا اللي درت لشعري شوفوا معايا الصراحه عجبني شعري بزاف وحتى ملي كنقيسو بيدي يعني ماشي هانتوما كتشوفوا ما كيتخبلش والزغبه نازله نيشان مقاده وانا راه درتو غير واحد شويه بالبلاك يعني ما عطيتوش الحراره بزاف غير واحد شويه وشوفوا الزغبه كيفاش نزلات وكيفاش ولات شوفوا لابغيونس اللي فيها اللون كيفاش كيبان صراحه هاد الكريم هذا فهو غزال بزاف حاولوا تجربوه حاولوا ديروه وفي نفس الوقت شوفوا معايا وجهي من بعد القماش اللي درت ليه شوفوا معايا من غير هاد لي طاش صغيورين ديال الحبوب بحكم انني ما كاتبه ليش حبوبه كنبقى كنطيرها فانا دابا وجهي طبيعي ما فيه حتى شي حاجه شوفوا معايا
ما فيه حتى شي حاجه، ما دايره له حتى حاجه. شعري كذلك ما دايره له لا ما دهنته، ما درت ليه سيروم، ما درت له حتى شي حاجه، يعني غير بهذاك الكريم اللي درت ودرت ليه البلاك. شوفوا كيخرج، حاولت نديرو هكا ليس، ما بغيتش نخليه، ما بغيتش نبوكليه باش يبان لكم، باش تبان لكم الزغبه كيفاش هابطه وكيفاش ولات. شوفوا كي قلت لكم راه غير دي بتيت ماش هكا صغورين، ولكن حتى هما راهم كيقردوا الزغبه. شوفوا معايا، شوفوا حتى دوك البليصات ديال هنا ديال الخلفه كلهم ولاو رطبين ولاو نازلين. فانا كيف قلت لكم في الوصفه الطبيعيه فهي ما كتعطيناش واحد الريزلت ديال 100%، ولكن كتعطينا واحد 50% ديال كنعتانيو يعني بهذيك الشيء اللي حنا بغينا نديروه، يعني كوسوسوا لابو ديالنا ولا شعرنا ولا ظفارنا ولا اي حاجه. فالوصفه الطبيعيه كيعاونونا باش اننا داك الشيء ما كيزيدش يتلف لينا يعني بهاد العوامل ديال التلوث ولي شامبوان اللي كنديرو البروشينغ واو يعني بزاف ديال الحوايج. فحاولوا تجربوا هاد الكريم اللي قلت لكم، وحاولوا تخليوه في شعركم مده اطول. وكيف قلت لكم في الاول الا كانت عندكم هنايا الجلده مزيته فانتوما ابليكيوه غير هنايا، تخليوه هكا واحد 5 ولا 6 ديال السنتيم، ما تقربوش ليها من الجلده، وهبطوا على الشعر كامل ديالكم. وإلا كان شعركم طويل فانتوما الكميه اللي عطيتكم تقدروا دوبليوها اولا تريبليوها. كنشكركم على المتابعه، الفيديو ديالنا قرب النهايه ديالو، كنشكركم بزاف، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كاع داكشي اللي كنقدم لكم في القناه ديالي يكون كيعجبكم وتكونوا كتجربوه ايضا، كوسوسوا كان في الطبخ ولا هكا وصفات طبيعيه. وايضا ملي كندير مره كندير هكا دي فيديو هكا دي سواء دي فلوغ ولا دي تشالنج ولا شي حاجه بحال هكا، كنتمنى تكون حتى هي كتنال الاعجاب ديالكم. ودابا كنقول لكم شكرا على المتابعه، وكنضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله في القريب. شكرا والى اللقاء.